الى السلامة. سلامة ما نسلم هيك احسن. اهلا وسهلا. كيف امورك؟ والله مشتاقين. انت كيف امورك؟ انا تمام. مشاعرك بهاليوم 30 سنة على انطلاق الدي سي؟ من اجمل المشاعر. هيدي فخر انه انا اكون جزء من هيدي النجاحات اللي قامت فيها الام بي سي صراحة. قديه بدي اقول انه انا فخورة. ما في اعبر عن مشاعري، خاصة يعني رغم كل الظروف اللي عم يمرقوا فيها، إن كان بالنسبة لكورونا، إن كان قبل بالنسبة للظروف العربية، ولكن ام بي سي من أول شيء كانت بايونيرينج، وبعدين كل فترة فيها تقدم ونجاحات 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 ونجاحات. من أجمل شيء إنك تقول إنه أنا فرد من عائلة ام بي سي. بعدين في شغلة بدي لك إياها، إنه الرؤية اللي كانت لأصحاب يعني المقيمين على هذا المشروع الكبير والضخم، كان عندهم رؤية عظيمة. بداية حصدوا كل أصحاب الخبرات وتعلمنا كثير من لندن. بدأنا في لندن، كان عندنا خبراء أمريكيين، إنجليز وأستراليين. مع مجموعة عربية تعلمنا منهم كثير. ومن ثم لما وكان في هذيك الايام كانت ام بي سي كنا نسميها في عيون عربيه، تذكر؟ ما بعرف اذا تذكر. العالم بعيون عربيه. اكزاكتلي العالم بعيون عربيه من خلال ام بي سي. بعدين انتقلت ام بي سي، من بعد ما هيك بلشت تنضج انتقلت الى صارت اقرب الى العالم العربي، واجت الى احضان العالم العربي، اجت على دبي. اما بعد فتره من توسعها وصارت امبراطوريه يعني، انتقلت من ثم إلى الوطن، إلى أهلها. استقرت الآن في المملكة العربية السعودية، بالتحديد في الرياض. وهذه يعني رؤية عظيمة، يعني خاصة بذكرى 30 سنة ضمن 2030. في رؤية 2030 نحن يعني مستمرين فيها، ونحن يعني المقيمين على هذا المشروع في دعم مستمر لهذه الرؤية. شكرا، اتمنى لك ليله سعيده. يا حرام، انت قلت لي 50 ثانيه، عملت لك 50 دقيقه. حلو، تفضلي. رائع.